السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ صيف سولة، مازال العام جا الصيف جا بكري كما كتشوفوا، دائما فاتحه والقهوه ديالها. دابا كتشوفوا ما كنمشيش للبحر حيت قرب عندنا امتحان، تلاعبوا معايا كلكم، الله يوفق الجميع ان شاء الله بالنجاح، واللي بغى يدير شي حاجه الله يوفقه. كيف ما كتشوفوا معايا انا دابا كنصور فيديو في واحد المحلابه، خديت اليوم معايا القهوه، ما بقى ناخذ بسمن او شي حاجه اليوم ما خديتش، ولكن راه كاين صداع ديال الصح، كاين صداع، وقلت نحاول نسجل، مي تليفوني في الليل ما كيصورش لي مزيان، هذاك الشيء علاش. وهذا الشيء اللي كاين البنات، انتما كيف ما كتشوفوا يعني كنشرب القهوه. دابا الحبيبه ديالي قرب عندي الامتحان، وهادشي اللي كاين، علاش ما كنساليش حيت بالليل قلت لك، ما قلت لكم تليفوني ما كيصورش مزيان، لا عندي في التليفون ديال الفرصه. وهادشي اللي كاين، حفات القناه ما بغات تطلع، ما عرفتش شنو ندير ليها. هادشي اللي كيرجع يا في الله، هادشي اللي كاين. نتوما دابا عارفين وقت الامتحانات وهادي، ما خصك تركزي على حاجه، تركزي عشان على حاجه اخرى، تركزي على هادي وهادي، والله العظيم ما كنساليش، وتليفوني اصلا ما كيصورش لي بالليل. وهادشي اللي كاين البنات، كنحاول كنبغي نشارك معكم بويجات ماسكات هكا شي حاجه هكا طبيعيه، والله ما كيكونش عندي الوقت، دونك الوقت كله كنخصو اليوتيوب، كنتفرج في داكشي في المكياج، داكشي تشعر. حاولت ديال ديولي دعيو معايا، والله يوفق الجميع. وانا عندي واحد القلب تيسكل ان كل شيء كنبغيه ينجح، كل شيء كنبغيه. مازال ان شاء الله غادي نلوح لكم جديد، و دابا ما مسالياش مع الخرايا وداك الشيء، وربما نهار اللي كيكون عندي خاوي كنمشي هكا كنعاون، كنمشي كنصوب الشعر، شي وحده كتعيط ليا كنمشي كنصوب لها الدفرين، هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني، كنحاول كنديباني راسي بيديا، نتوما عارفين الكرا والمصروف وهادي، ما يمكنش لك تبقاي معتمد على تقراي وصافي، مي خصك تمشي تشطاجي في شي سميتو. دابا شفت واحد الصالون راني كنتعلم فيه، وهادشي اللي كاين، والله يوفق الجميع والله ينجح الجميع. غادي نقول لكم دابا نهايه الفيديو، ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم، الله يهنيكم، باي باي.